عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. ما قبل مباراة الاتحاد والفيصلي الجولة 18. طيب احنا عارفين ان الاتحاد في المركز الأول متصدر ب 38 نقطة، وعارفين انه الفيصلي 16 نقطة في المركز الـ14. الفيصلي فريق يحترم، لكن الفيصلي هيحاول يصحح أخطاءه وإخفاقاته على حساب فريق الاتحاد، لأنه فريق الفيصلي مو خسران أي شيء، وإحنا شفنا مستوى فريق الفيصلي في مباراة الأهلي والهلال وآخرها النصر. الفيصلي عنده استعداد إنه يسلمك المباراة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني ممكن يلعب عليك ويضغط في ملعبك. لازم يكون عند الاتحاد الشغف والهجوم والقدرة على الانتصار على فريق الفيصلي، وأنا قلتها لازم الاتحاد يحترم فريق الفيصلي ويستغل الغيابات وضعف فريق الفيصلي ويبدأ يلعب عليها. طيب احنا شفنا التغيرات الموجودة في الاتحاد مع المدرب كوازمين كوانترا. انا دائما اقول كوانترا، بتطلع معاي كوانترا، وفي ناس بيقولوا كونترا عشان الفلسفة بس. اوكي طيب، عارفين انه تعطيل الشباب في مصلحتنا، ولكن الاتحاد لا ينظر الا في الفوز وكيف يكسب المباريات. يعني الاتحاد عندنا أصبح فنيا تكتيكيا متقن، عندنا غيابات اللي هي حجازي، وعندنا كورونادو، والمالكي في دكة البدلاء، لكن المدرب قادر غطي الغيابات بطريقة فنية ممتازة، وأيضا لعب بهنريكي في خط الوسط، وعندك أيضا مهاجم ثاني اللي هو هارون كامارا، وتقدر تستغله تكتيكيا. طبعا عندنا المدرب كوازمين كوانترا لم يعتمد على حل واحد، ولو لاحظت أن كوازمين كوانترا اعتمد على الكرات الطويلة واللعب في العمق وعلى العرضيات وعلى الضغط العالي على الخصم، وكمان الضغط العالي مو بس من الخلف، أيضا من الأمام. كوازمين كوانترا أعطى الفريق الثقة الكاملة وأعطاهم جرعات عالية من اللعب واللياقة، يعني نفس طريقته الفنية مع الأساسيين هي نفس طريقته مع البدلاء. أثبت كوازمين كوانترا أنه مدرب فنيا وتكتيكيا جاهز. في ناس أو جماهير الاتحاد ومحبي الاتحاد كثيرين بينتقدوا كوازمين كوانترا، او يقولوا انت تطبلي لكوازمين كوانترا، انت خليتي شخص او مدرب كبير. طبعا كوازمين كوانترا في البداية احنا خفنا من مستوى الفريق، وفي ناس كثير طلعوا هاشتاقات بطرد المدرب، ولكن المدرب قدر انه يسيطر على الفريق وقدر انه يجعل بصمة لي في الفريق. كيف جعل في بصمة للفريق يا بنتي؟ اول شيء كوازمين كوانترا
جهز اللاعبين بدنيا. لو تلاحظوا أول كنا نشتكي من اللاعبين إنه ما في لياقة ومو قادرين يجروا وكذا وكذا كلام كتير، ولكن في الأيام الأخيرة والمباريات الأخيرة شفنا إن اللاعبين لياقيا جاهز. هذه بصمة. جهز البدلاء بنفس طريقة تجهيز الأساسيين، يعني عندك لاعب جاهز بديل لو الأساسي أخذ كارت أو طرد أو إصابة. يعني تلاحظ لا يوجد فرق بينهم. أيضا الاتحاد أصبح يلعب على الضغط العالي، وهذه بصمة للمدرب. أعاد الثقة في اللاعبين بطريقة جدا رائعة وفنية. منهم كمارا شفناه بيلعب، عنده ثقة، صار متمكن، صار يحب اللعب، صار يستطيع أن يكون صندوق. يعني تغير كمارا 180 درجة. عندك الجبرين أيضا ممكن يديك أسيست. يعني في لاعبين ممتازين وجاهزين. أيضا لو تلاحظوا معايا إنه بعض اللاعبين كانوا مظلومين مع المدرب السابق، وهذا الكلام أنا قلته من زمان إنه كاريلي كان بيظلم اللاعبين وما بيعطيهم حقهم. أكثر اللاعبين قتلتهم الدكة، واللاعبين اللي في الدكة بدينا نشوفهم الآن يتحركوا. يعني عندك اليامي استطاع الاتحاد انه يطلعه من الفريق، ايضا عندك كمارا رجع، عندك الجبرين، باحسين، وايضا اتمنى اني اشوف فلاتة. فلاتة لاعب ممتاز بدنيا، طوله مناسب، يستطيع ان يغطي لك خانة الدفاع. طريقة الهجوم والتهديف والحس اللي عندهم والشغف بدأ يزيد. الاتحاد ما صاروا يكتفوا بهدف أو هدفين، صاروا يكتفوا بثلاثة وأربعة، صار عندهم الدافع إنهم يحافظوا على الصدارة. وأتمنى أشوف هذا الشغف مع الفيصلي، ويا رب إني قدرت أوصل لكم الشيء اللي عندي واللي استفدت منه وأفيدكم فيه. وإن شاء الله لينا لقاء بعد مباراة الفيصلي، ويعطيكم العافية وشكرا لكم.